يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر فيه النار جهنم ثلاثة: الجواد الكريم، وقارئ القرآن، والشجاع الجريء. يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيذكره الله نعمه، ثم يقول له: ماذا فعلت بها؟ فقل: يا رب، تعلمت فيك القرآن وعلمته. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ، وقد قيل: أخذت جزائك في الدنيا، خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالجواد الكريم فيذكره الله نعمه وما أعطاه من المال، فيقول: ماذا صنعت؟ قال: يا رب، ما تركت بابا من أبواب الخير إلا وأنفقت فيه. قال: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد، وقد قيل: أخذت جزائك في الدنيا، خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالشجاع الجريء فيذكره الله نعمه عليه، فيقال له: ماذا فعلت بها؟ فيقول: يا رب، قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء، وقد قيل: خذوه إلى النار. فهؤلاء الثلاثة كما ترون تميزوا، أو تميز أحدهم بالشجاعة، والثاني بالكرم، والثالث بتعليم القرآن، ومع هذا هم أول من تسعر بهم نار جهنم. أعاذنا الله وإياكم.